انت عمرك ما هتصدق الوضع اللي وصل له مشاهير العرب زي محمد رمضان وسعد المجرد وغيرهم، وانهم بقوا بيستخدموا كأداة من الماسونيين عشان يروجوا لافكارهم، وانهم بقوا مجرد جزء من اكبر مخطط في العالم وهو المخطط الماسوني. وفي الفيديو ده من اوله لاخره هعرض لك كميه صور وفيديوهات ودلائل توريك قد ايه ان الناس دي بتحاول انها تغسل مخك انت. ايوه، المؤامره كلها بتدور حواليك، وبتنصدم اكتر لما تعرف ان الموضوع ما بداش بس في عصرنا ولكن من اكتر من 80 سنه. تخيل ان هم كانوا عايزين ان في فنان مصري يجسد صوره النبي عليه افضل الصلاه والسلام في فيلم. الموضوع حرفيا خرج عن السيطره، وعشان ما نحرقش كتير في المقدمه تاكد انك عامل لايك للفيديو عشان ده بيساعده ينتشر. يلا بينا نبدا. بسم الله. لازم تكون فاهم ان احنا قبل ما نتكلم عن المشاهير العرب اللي بيروجوا الافكار الماسونيه، انت محتاج اصلا تفهم هم مين الماسونيين، ايه افكارهم ومعتقداتهم واهدافهم ومخططاتهم اللي انت بقيت جزء منها. الماسونيه هي جماعه سريه. هتقولي طب ازاي سريه يا محمود زايد وانا وانت عارفين بيها؟ هقول لك هي سريه، ولكن بالمعنى انها سريه في اهدافها في اعضائها، وانها عمرها ما بتعلن النوايا الحقيقيه بتاعتها للعالم. وده لان هم منظمه شيطانيه بتعبد الشيطان، او اللي بيطلقوا عليه اسم بافوميت، واللي كنت اتكلمت عنه قبل كده في حلقه السندباد. والجماعه دي بتمتلك سلطه ونفوذ انت ما تقدرش انك تتخيله، لان كل الاعضاء بتوعها من اثرياء العالم، بل وان الزعماء بتوع الجماعه من ضمنهم عائله روتشيلد اللي هي اغنى عيله موجوده على وجه الارض. فانت متخيل كميه الفلوس اللي معاهم اللي بتمكنهم ان هم حرفيا يحكموا العالم. ولكن طبعا برغم اللي انا بقوله ده، هم بيدعوا ان هم مجرد منظمه هدفها نشر المعرفه والسلام وغيره، ولكن الهدف الحقيقي ليهم انهم يخلوا العالم كله تحت سيطرة فئة معينة، وهم الفئة اليهودية. واللي لا يخفى عليك طبعهم عاملة ازاي، واللي بيحصل لاخواتنا هو اكبر دليل على كده. وكمان كل اللي هم بيعملوه بيحضروا الكوكب ان هو يستقبل حد اسمه المخلص، او يعني ده المخلص بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لنا احنا بنطلق عليه المسيح الدجال. اهداف الماسونية مش بتقف لحد كده، لان من ضمن اهم اهدافهم هو حاجة اسمها المليار الذهبي، وهو تقليص عدد البشر من 8 مليار ل1 مليار بس، اللي هيكون سهل التحكم فيهم، واللي هيكون الاغلبية بتاعتهم هم الناس اللي من وجهة نظرهم ان دول الناس المختارين واللي مفترض ان هم يحكموا الكوكب. والخطة دي عشان ينفذوها محتاجين ان هم يعملوا اكتر من حاجة، زي ان هم ينشروا الالوان عشان يقللوا النسل، وعدد المواليد سنة بعد سنة يبتدي يقل اكتر. يحاولوا ينشروا الاوبئة زي اوبئة كورونا وغيرها، وطبعا اللقاحات والعقارات اللي هم بيوزعوها واللي عالم ممكن تتسبب في ايه في البشر اللي بتاخدها. والاهم من كده ان هم بيدفعوا العالم عشان يشن حروب ضد بعضه، ومش هستبعد ابدا ان هم يكونوا عايزين ان في حرب نووية تقوم والعالم بالكامل يتم تدميره. والهدف الاهم عندهم ان هم ينهوا كل الديانات من العالم، ما يبقاش في حاجة اسمها ديانات سماوية، ويبقى في ديانة واحدة بس اللي هي ديانة والعياذ بالله الإلحاد، تكون هي اللي سايدة ومنتشرة. ودلوقتي أنت عرفت مين الماسونيين وإيه أهدافهم، خلينا بقى نخش على الطرق اللي هم بيتحكموا فيها بعقول الناس وينشروا أفكارهم، واللي من أهمها وده حاجة لا تخفى عليك إن هم بيستعملوا مؤثرين. مين هم المؤثرين؟ ناس زي الفنانين، لعيبة الكورة، المغنيين، وحتى بعض صناع المحتوى، واللي بدورهم بيقدروا إن هم ينشروا أفكارهم في مخ الناس من غير ما أنت تحس. وخلينا بقى نبدأ مع أول شخصية وهو محمد رمضان. محمد رمضان وصل في وقت قياسي، اكتسب شهرة وفلوس، بل وانه كمان غنى مع مطربين عالميين، منهم مطرب فرنسي اصلا معترف ان هو منضم لجماعه الماسونيه. محمد رمضان هو الاكثر متابعه تقريبا في الوطن العربي، يعني في وقت ما انا بصور الفيديو تقريبا عنده 30-31 مليون، ومكتسب شعبيه تقريبا في كل الدول العربيه، وده خلاه ان هو يكون اختيار جيد للماسونيين عشان ينشروا من خلاله الافكار بتاعتهم. الموضوع بدا من 3 سنين في الكويت، لما محمد رمضان بيروح يعمل اعلان لشركه زين، وفي الاعلان ده هو كان بيرقص مع بنت صغيره، ولكننا بنشوف فجاه هو بيعمل بايده الحركه بتاعت علامه العين، والحركه دي لو انت ما تعرفش دليل قاطع على ان هو منضم للجماعه، لان شايف في الصوره اللي قدامك دي في كميه مشاهير حوالي العالم كلهم منضمين للجماعه ومعترفين بكده، والحركه دي حركه اساسيه عندهم. ولو انت فاكر الموضوع واقف عند كده، فاحب اقول لك ان انت طيب جدا لصديقي، لان من سنتين محمد رمضان كان متصور مع مغني، وجنسيه المغني ده بقى ايه؟ مغني اسرائيلي. سيبك بقى من الجو اللي هو عمله بتاع طلع السلاح وحارب ومش عارفه ايه، ما هو راح بعدها وعمل اعلان لشركه مقاطعه مش هنقول اسمها، والموضوع مشي معاه عادي جدا ولا كانه كان قال اي حاجه ثانيه في 50-60 فيديو. وطبعا لما الناس برده هجمته في حوار المغني الاسرائيلي متصور معاه، فضل ساكت لفتره طويله جدا، وبعدين طلع اتكلم وقال للناس ان هو ما كانش يعرف ان ده اصلا جنسيته اسرائيلي. طب انا راضي ذمتك وانا مش هحكم وهسيبك انت اللي تحكم. بص كده على شكله في الصوره، هل ده شكل واحد متصور مع حد ما يعرفوش؟ ولكن لو انت لسه عندك مجال للشك ان هو مش منضم للجماعه، فخليني بحكي لك حاجه. في 19 اكتوبر 2023، يعني بعد احداث غزه، محمد رمضان بيسافر وبيروح يغني مع واحده اسمها يمي الادي، دي مغنيه نيجيريه، والمفترض ان هم كانوا يغنوا الاغنيه بتاعتهم في افتتاح بطوله امم افريقيا. فمحمد رمضان بينزل صورته وهو بيحضنها، وموجود على ظهر اللبس بتاعه الشعار بتاع الماسونيه بالعين. مفيش اي مجال للشك، وهو اللي نشر الصوره دي على صفحته الرسميه، والناس بدات في وقتها تكتب كومنتات كتيره، وبداوا طبعا يعترضوا حرفيا جلدوه في الكومنتات. ولكن بقى الغريب ان حتى مش زي حوار المغني الاسرائيلي، محمد رمضان ما طلعش اتكلم ولا طلع دافع ولا طلع قال اي حاجه، وكانه بيقول للناس اللي عندكم اعملوا. نروح بقى للمشهور رقم 2 اللي ما يختلفش كتير عن محمد رمضان في ناحيه الشهره، بل وربما هو اكتر منه بكتير كمان، لا وكمان اتعاون معاه في اغنيه، وهو سعد المجرد. سعد المجرد
وصل في وقت قياسي للعالمية حرفيا، محقق أعلى أرقام في الوطن العربي كله، عنده الأغاني الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، والناس بدأت طبعا تشك فيه بسبب طلوعه الصاروخي واكتسابه الشهرة وفلوس في وقت قليل جدا. بل وإن بعد وصوله للكمية دي من الجمهور في الوطن العربي وكمان بره الوطن العربي، بقى يصلح جدا إن هو يروج لأفكار الماسونيين. وأنا يا سيدي مش هحكم عليه، أنا هسيبك أنت تخش على الانستجرام بتاعه وتبتدي إنك تتصفح فيه، وهتلاقي قدامك شعارات كتيرة جدا للماسونية، أفكار بتروج لهم من لبس أو ديكور أو غيره. والموضوع ما بيقفش لحد كده، لأن في سنة 2023 سعد بينزل أغنية بعنوان مش أخبارك، والأغنية وأنت بتتفرج عليها هتلاحظ ما فيش حاجة غريبة، لحد ما بيظهر سعد بالقميص اللي قدامك ده، وفي عيون موجودة على القميص وهي عيون الماسونية. بل وإن كمان كان في صورة منتشرة ليه وبيظهر فيها التمثال بتاع الماعز أو رمز الشيطان بافوميت بتاعه، وفي بوستر من الواحد بتاع الأغاني بتاعته تقريبا كانت أغنية غزالي، عمل فيها الحركة بتاعت قرون الشيطان، والحركة دي أنت ما تعرفش معناها هيل سيتن أو يحيى الشيطان يعني، استغفر الله العظيم. وصورة تانية برضو من واحدة من أغانيه وبيظهر فيها وراه الشمعدان بتاع اليهودية، ولو إن أنا مش برجح إن هو ده الشمعدان بس ماشي، أنا بلقل لك اللي اتنشر وقتها. ويقال إن سعد لما اتقبض عليه من فترة وفضل موجود في السجن ده كان بسبب إن هو كان ناوي ينفصل عن الجماعة، وهم عقبوه إن هم دخلوه السجن ولفقوا له التهمة، ولما قرر إن هو يرجع عن اللي في دماغه وينضم ليهم تاني خرجوه برا السجن. دي برضو نظرية منتشرة أنا معرفش يا صح ولا غلط. نروح بقى لحد أنا ما كنتش متوقع إن أنا أحطه في القائمة دي، وهو رامز جلال، اللي كلنا طبعا عارفينه، ويمكن في رمضان مفيش حد فينا ما اتفرجش عليه. ولو انت اول مره تسمع برامز جلال، فحب اقول لك ان ده واحد ممثلين المصريين اللي مشهور بان هو بيعمل برنامج مقالب تقريبا بقاله اكتر من 16 سنه، وده يمكن هو السبب الاساسي في شهرته بره مصر وجوه مصر. رامز جلال حرفيا من اكتر الناس المتهمه بالترويج لجماعه الماسونيه، بالذات في برنامج المقالب بتاعه اللي بيتعمل بقاله اكتر من 16 او 17 سنه، وده لان الناس بدات تلاحظ تسريحه شعره الغريبه واللبس اللي بيطلع بيه في كل مره، والموضوع ملوش علاقه بلفت الانتباه او التسويق للبرنامج. وده لان انت اوقات هتلاحظ ان في ديكورات البرنامج بيكون ظاهر الشكل بتاع الهرم. كمان في واحده من الحلقات رامز بيظهر وهو لابس سلسلتين، سلسله منهم عليها الهرم بتاع الماسونيه، والسلسله الثانيه عليها راس معزه اللي هي الشيطان بافوميت. انا شفت الكلام ده وزي زيك حسيت ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. الموضوع كان شبه الصدمه بالنسبه لي، لان طول عمري بتفرج وعمري ما فكرت ان حاجه زي كده هتكون موجوده اصلا. ولكنه في اكتر من حلقه بيعمل اشارات وبيظهر بهدوم بيلبسها الناس اتباع الماسونيين او اتباع عبره الشيطان، وفي الخاتمه بتاعت برنامج رامز تحت الارض بنشوف العين بتاعت الماسونيه موجوده بشكل واضح، وفي رسومات وبوسترات كانت مطبوعه على الحيطان بتروج برضه للماسونيه. لو انت مش مستوعب انت ممكن تعيد الحته دي وترجع تبص على كل اللي انا عرضته لك. نيجي بقى دلوقتي لنانسي عجرم، وهي واحده من اكتر الناس المتهمه بالترويج للماسونيين. نانسي عجرم من سنه ونص تقريبا كنت منزل عنها فيديو كنت بعرض لك فيه اللي انت شايفه ده، المسرح اللي ورا نانسي كان على شكل الهرم 13 سلمه، واتكلمت كمان عن العين الموجوده هي العين بتاعه الماسونيه. طبعا الفيديو وقتها عمل لي مشاكل كتير وضجه وحاجات كده، ولكن الناس اغلبيتها بعد ما اتفرجوا وراجعوا الموضوع تاكدوا من كل كلمه انا بقولها. طبعا الحفله دي كانت دليل قاطع على ان نانسي بتروج ليهم، ولكن بقى زود عليها ان نانسي اصلا سفيره نوايا حسنه في منظمه اليونيسيف العالميه، المنظمه اللي هي المفترض بتساند اخواتنا في غزه. وبعد احداث 7 اكتوبر كل الناس توقعت ان نانسي هتطلع وهتتكلم عن الموضوع وهتدعم اخواتنا، ولكن نانسي التزمت الصمت بشكل كامل برغم ان في ناس اجانب طلعوا واتكلموا، وده كان شيء زي ما بقول لك غريب لان نانسي اصلا سفيره نوايا. طب حتى لو مش عشان اخواتك في فلسطين وما صعبش عليك مناظر الاطفال في غزه، على الاقل حتى بلدك. نانسي عجرم جنسيتها لبنانيه، وطبعا في الوقت اللي بصور فيه الفيديو ده جنوب لبنان بيتعرض لقصف عنيف جدا من الكيان المحتل، في الاف من الناس بيفقدوا حياتهم كل يوم، الناس المصابين ملايين المستشفيات هناك في لبنان، ربنا يحميهم يا رب. ومع ذلك برضه نانسي عجرم ملتزمه الصبر. زود عليها كمان قضيه الشاب اللي اظن كان سوري واتقتل في الفيلا بتاعتها على ايد جوزها، والقضيه كان عليها جدل كبير جدا، واللي اتقال وقتها ان هو كان قربان بيقدم للماسونيين، وطبعا دي حاجه الله اعلم بيها، انا ما اقدرش ان انا اقول. المشكله ان في نفس الفتره اللي بيحصل فيها الكلام ده بتنتشر صوره نانسي عجرم مع مدون سياحي اسرائيلي اسمه ايزك. الصوره بعد ما انتشرت وصل الموضوع ان في مجموعه محامين لبنانيين شرفاء طلعوا وعملوا ضدها دعوه قضائيه بتهمه عدم مقاطعه الكيان. الاغرب بقى ان الكاتب اللي اسمه ايزك ده طلع اصلا ليه علاقه بالماسونيه وان هو منضم ليهم، فانت فاهم ربط الاحداث وصل لفين. تعال بقى نروح لاخر حاجه، وحرفيا انا سبتها للاخر عشان الشيء ده لما انا قريته صدمني. تخيل ان هم عايزين يصوروا الرسول عليه الصلاه والسلام في هيئه بني ادم ويعرضوه كمان في فيلم، والفيلم ده هيقوم بيه ممثلين مصريين وهيكون من انتاج الماني تركي وهيتصور في فرنسا. موضوع غريب صح. الاغرب بقى القصه اللي هتسمعها عنه. اللي قدامك دي هي صوره لاول محفل ماسوني في مصر. ايوه مصر كان فيها محفل ماسوني من سنه 1926 وكان برئاسه يوسف بيه وهبي، وده لو انت ما تعرفوش هو واحد من اكبر الفنانين المصريين في الوقت ده. بل وانك لو ركزت في الصوره هتلاقي نجوم كتير من فتره الابيض واسود اللي انت عارفهم، ناس زي محمد فوزي او محمود المليكي او غيرهم. وعشان تبقى انت فاهم، وقتها جماعه الماسونيه كانت موجوده تقريبا في كل الدول العربيه، وكانت بتاخد تراخيص تحت مسمى ان هي جمعيه موجوده لدعم الاعمال الخيريه وغيرها، والمحافل دي فضلت موجوده في مصر لحد سنه 1964. وفي سنة 79 جامعة الدول العربية بتاعت
بيعتبرها منظمة تابعة للكيان الصهيوني والتمويل بتاعها بيجي منها، وبيقفلوا كل المحافل هنا وفي أغلبية الدول العربية. ولكن دي برضو ما كانتش المشكلة أو الكارثة، لكن الكارثة بقى اللي أنا أحكي لك دلوقتي. والفكرة بدأت في سنة 1926 لما جاله ممثل يهودي اسمه وداد عرفي، وعرض على يوسف وهبي فكرة فيلم هيجسد فيه شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يوسف وهبي وقتها فرح جدا بالموضوع. الفيلم هيكون من إنتاج ألماني بالاشتراك مع الأتراك وهيتصور في فرنسا. بل وطمنه كمان وقال له إن هو أخذ موافقة مصطفى كمال أتاتورك ولجنة كبار العلماء في اسطنبول، وإن هم ما كانش عندهم أي مشكلة خالص مع الموضوع. خد بالك إن في الوقت يوسف وهبي كان رئيس المحفل الماسوني في مصر، وفعلا قبل بالفكرة وأخذ دفعة مقدمة قدرها 10,000 جنيه. أنت واضح إن أنت مش متخيل المبلغ ده في سنة 1926 كان عامل إزاي. وقتها الجنيه كان يشتري حاجات كتيرة جدا، وزود عليها كمان ده كان مجرد دفعة مقدمة، الأجر الكامل أكيد كان هيبقى أكبر من كده. الخبر وقتها بيتسرب للصحافة، ومشيخة الأزهر أول ما سمعت بالكلام رفضته تماما، وبعتت خطاب لوزارة الداخلية بتطلب منها إن هم يوقفوا العمل على المشروع ويمنعوا كمان يوسف وهبي من السفر. والملك فؤاد لما عرف بعت رسالة شديدة اللهجة ليه، وقال له إن هو هيسحب منه الجنسية المصرية لو فكر بس إن هو يمشي في الفكرة اللي عايز يعملها بتجسيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يوسف وهبي بيطلع بعدها وبيقول إن هو فعلا رفض الفكرة أصلا، وإنه ما كانش ناوي ينفذها احتراما لرغبة الأزهر الشريف. وكان المبرر بتاعه وقتها إن هو هيعمل الفيلم عشان بس يصحح النظرة الخاطئة للإسلام عند الغرب. فمشيخة الأزهر ردت عليه وقالت له إن إحنا مش محتاجين حد زيك، هو اللي يروح يدافع لنا عن الدين. طبعا متأكد إن الموضوع كان ليه أبعاد تانية وكان أكبر من كده، زي ما بقول لك إن هو كان منضم للجماعة، واللي هي بالمناسبة بتشوف إن الديانة الإسلامية هي من أقوى الأعداء ليها، وإنها لو قدرت تهد الفكرة بتاعتها هتبقى حرفيا قطعت أكتر من نص الطريق في إنهم ينفذوا المخطط بتاعهم في هدم الأديان. حقيقة إن الماسونية موجودة ده أمر لا شك فيه، الأهداف بتاعتهم بقت واضحة أكتر من أي وقت مضى، بل وإن الأجندات بتاعتهم بقت بتتعمل بفجر على الملأ من غير أي خوف من حد. زمان كان الموضوع ماشي بشكل يعني ممكن نقول كده من تحت الترابيزة، دلوقتي بقى علينا كتاجر. الطريقة الوحيدة عشان تنجو من فتنة الدجال زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنك تكون أصلاً متعلم وعارف الفتنة، يعني المعرفة هي سلاحك الوحيد قصاد الفتنة العظيمة اللي إحنا فيها. ابتدي ثقف نفسك أو جسمك أو عقلك، صحتك حافظ عليها، وما تسمعش أي معلومة بتشوفها في أي حتة من غير ما تبتدي إنك تدور وراها وتتأكد منها، لأن جزء من الحرب اللي إحنا فيها هي حرب الفكر والعقل مش بس حرب السلاح. ولو أنت فعلاً محتاج تحافظ على صحتك فأنت دايماً لما يحصل عندك أي حاجة محتاج تشخيص كامل، وده بيجيبنا الموقع كونسل ميد واللي بيكون موجود فيه نخبة من أكبر وأحسن الدكاترة موجودين حوالي العالم، اللي لو في وقت ما تعرضت لا قدر الله لأي نوع من أنواع التعب وحابب إنك تستعين بخبرات كبيرة وكفاءات عالية في المجال الطبي، فدول أحسن ناس أنت ممكن تلجأ لهم، دكتور بيتابع معاك الحالة بتاعتك أو الحالة بتاعت الشخص اللي عندك. زود على كمان إن الموقع بيقدر إن هو يوفر لك أي دواء أنت محتاجه ويبعت ويجيبه لك من بره. هتلاقوني سايب كل المعلومات اللي أنتوا محتاجينها عنهم في وصف الفيديو أو في أول كومنت. أهم حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساعد الفيديو إن هو ينتشر أكتر، كأنك بتقول للمنصة إن الفيديو ده كويس. وطبعا دي حاجة غير الشير، أنت لازم تشيره مع بقية الناس عشان نوعيهم بالكارثة اللي إحنا فيها. وياريت طبعا ما تنساش ندعي لإخواتنا في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي كل الدول العربية إن ربنا ينصرهم. كان معاكم محمود زايد، سلام.